بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بالإخوة الكرام إلى هذه الفقرة مع كتابي ليغي كومبوندر لتعليم اللغة الفرنسية. لازلنا مع هد الأصوات والمقاطع اللفظية. إذن رأينا بأن أو دي أو أغ أو زد أن تنطق كأو أكسون إيجي، ثم رأينا بأن أو تي أكسون غراف اس، ثم او اس تي انها تنطق ك اكسون غراف. نو كونتينيو افيك لو باراغراف سويفون. دوني مو ما بال، دوني مو ما بال، اعطيني كرتي. دوني مو، طبعا عندنا هنا لو فيرب دوني مصرف الامر. مادام حنا غنتكلمو على او زيد اللي تتعطي هذا الصوت، صوت اي، اذا في الغالب هنا غنركزوا على صرف الفعل مع فو. اذا دوني مو، اعطوني. احيانا نتكلم مع شخص واحد نقول له اعطوني في بعض الاحترام. دوني مو، اعطيني. ما بال، ما بال، كراتي. اذا ممكن نتكلم عن جمع، ممكن انني احدث اشخاصا كثيرون أقول لهم دوني موا ما بال، إذن فيكون الكلام عادي. ولكن ممكن أتكلم مع شخص واحد أقول له دوني موا، أستعمل نفس الصيغة ولكن يكون فيها هنا الاحترام، وإلا سأقول له دوني موا، اعطيني. إذا كان شخص واحد وأردت مخاطبته باحترام سأقول له دوني موا، أعطوني. ما بال، كراتي. إذن عندنا لو فيرب دوني كونجوغي على امبيراتيف افيك لو برونون بيرسونيل فو. إذن دوني مو ما بال، سيل فو بلي، إذن من فضلك. طبعا إلا فسرنا هاد الكلمات اللي عندنا هنا، عندنا سي بحال هاد السي، سي فو فولي. إذا أنتم تريدون كما رأينا فيما سبق، فوني افيك نو، تعالوا معنا. سي فو فولي، إذا أنتم تريدون، عندنا هاد السي هي نفسها التي عندنا هنا، فقط أن إيل مبدوء بإي. إذا نتكلم عن إن فويال، ثم عندنا السي منتهية بإي. إذا طبعا سنحذف هاد إي حتى لا نقول مثلا سي إيل، سي إيل، هذا تجي ثقيلة. إذا نحذف هاد إي، نحذف لا بخومييغ فويال ونضع أبوستروف كما عندنا هنا، نضع هاد الفاصلة كما نقول تسمى أبوستروف. إذا نقرأها سيل، سيل، بدل قراءتها سيل. إذا عندنا سيل ثم فو بلي. الأصل هنا عندنا إيل بلي. أحيانا نتكلم عن لو بليزيغ، لو بليزيغ يعني الرغبة، لو بليزيغ. إذا عندنا هنا إيل بلي، يعني كما نقول هو يرغب، كما نقول يروق. نتكلم هنا لو فيرب بلير، لو فيرب بلير يعني أراقة، لو فيرب بلير يعني كما نقول إيل بلي هو يروق أو هو يعجب. إذا نقول إيل فو بلي، هو يروقك، هو يروقكم. بنفس الطريقة كما ذكرنا هنا ممكن نتحدث عن الاحترام. إذا كنت أتكلم مع شخص واحد وأستعمل فو، هذاك الشخص تنعتبره بحال مجموعة أشخاص، وبالتالي تكون في العبارة فيها احترام، فيها احترام. وممكن أنني أتحدث حقيقة مع أشخاص كثر. إذن إيل بلي هو يروق، إيل فو بلي هو يروقكم، هو يعجبكم، سيل فو بلي إذا كان هو يعجبكم. نتكلم عن أمر تحدثت عنه قبلا. شنو هو هذا الأمر؟ دوني مو ما بال، دوني مو ما بال، اعطوني كراتي، سيل فو بلي. اذا كان هذا الامر يعجبكم، ولكن المقصود بها طبعا اعطوني كراتي من فضلكم. دوني مو ما بال، سيل فو بلي، اعطوني كراتي من فضلكم. جو في تو لا دوني، جو في تو لا دوني، جو في تو لا دوني، أنا سأعطيك إياه. جو في
دوني جو في دوني انا ساعطي جو في لا دوني انا ساعطيها جو في لا دوني انا ساعطيها ثم جو في تو تو انت جو في تو لا دوني انا ساعطيها ساعطيها لك او انا ساعطيها لك جو في تو لا دوني انا ساعطيها لك او لك ممكن اقول جو في تو دوني انا ساعطيك جو في تو دوني لا بال جو في تو دوني لا بال اذا بلا ما نستعمل هاد لا هاد لا تتعوض لا بال جو في تو دوني لا بال انا ساعطيك الكره او جو في تو لا دوني انا ساعطيك اياها دوني ما بال سيل فو بلي جو في تو لا دوني Es-tu prêt? Es-tu prêt? هل أنت جاهز؟ هل أنت جاهزة؟ Es-tu prêt? كما رأينا في المسابق Les chevaux sont prêts طبعا prêt غتاخد S لأننا تنتكلم على الأحصنة أنها كلها جاهزة prêt أنا عندنا Es-tu prêt? هل أنت جاهز؟ نتكلم عن المفرد هنا إذن لن نضيف S إذن هاد بخي لا تأخذ إس لأن في المفرد إيتو بخي هل أنت جاهز؟ ديبيش توا ديبيش توا إذن أسرع ديبيش توا أسرع عندنا هنا الفيرب سو ديبيشي سو ديبيشي طبعا هاد سو تتقلب إلى توا مع تي طبعا في الأمر في الأمر إذن ديبيش توا أسرع Nous allons jouer dans la forêt. Nous allons jouer dans la forêt. Nous allons jouer dans la forêt. نحن سنلعب في الغابة. كما ذكرنا في المسابق بأن هاد الصيغة ديال لو فيتور بروش. لو فيتور بروش. ديما لو فيتور بروش. ديما لو فيتور بروش. تنستعملو فيه كوم أوكسيليير. تنستعملو فيه كا أوكسيليير. نستعمل فيه كمساعد في الحقيقة نتكلم عن سوني أوكسيليير نصف مساعد هو تيجي بحال المساعد لأن المساعد المعروف المتعارف عليه في اللغة الفرنسية كاين إتر وكاين أفواغ هادو هما المساعدين المهمين طبعا تنستعملوهم في أزمنة معينة في أزمنة مركبة في أزمنة مركبة بحال لو باسي كومبوزي بحال لو بلوس كو بارفي إلى غير ذلك إذن هنا عندنا سومي أوكسيليير نصف مساعد وطبعا ما عندناش غير لو فيرب آلي عندنا لو فيرب فينيغ مثلا جو فيان دو جوي أنا لعبت قبل قليل هنا تنتكلمو على لو باسي غيسون الماضي القريب تنستعملو فيه لو فيرب فينيغ مكان لو فيرب آلي اللي تهمنا هنا أننا تنتكلمو على لو فيتور بروش المستقبل القريب تنستعملو فيه لو فيرب آلي إذن كمساعد نوزالون المقصود بأن نحن سنذهب ولكن نوزالون جوي كما ذكرنا فيما سبق نحن سنلعب المقصود أننا سنلعب بعد قليل دون لا فوغي في الغابة وهذا علاش قالو هنا ديبيش توا يعني أسرع نوزالون جوي دون لا فوغي نحن سنلعب قريبا دون لا فوغي في الغابة إذا نتكلم عن نتكلم عن لو فيتور بروش المستقبل القريب لا نتكلم عن المستقبل بعد شهر بعد سنة أو بعد سنتين أو أكثر بل نتكلم عن مستقبل يكاد يكون في الحاضر إذا إيتو بخي ديبيش توا نو زالون جوي دون لا فوغي ثم لي تخوا غوبا لي تخوا غوبا إذا الوجبات الثلاث هي لو بوتي ديجوني لو بوتي ديجوني إذا نتكلم عن الفطور كما نقول الغداء الصغير الفطور ثم لو ديجوني ثم الغداء ثم لو ديني ثم لو ديني ثم أيضا العشاء لي تخوا غوبا
طبعا هنا لا نقرا اوروباس لي تخوا اوروبا، اذا نتكلم عن الوجبات الثلاث كما راينا فيما سبق. روني بريبار لوروبا، هل تتذكرون هذا؟ روني a préparé le repas des petits. إذن روني أنه جهز، أنه أعد، روني أعد أو هيأ le repas des petits، وجبة الصغار. إذن هو هيأ وجبة الصغار. إذن عندنا هنا les trois repas، les trois repas، le petit déjeuner، le déjeuner، le dîner. إذن كما تنشوفو عندنا هاد أو إغ، عندنا أو إغ أنها تنطق أي. فوني فواغ ميكي، فوني فواغ ميكي، تعالوا تنظروا ميكي. إل أبي، إذن هو شرب. طبعا عندنا هنا لو فيغ بواغ مصرف الباسي كومبوزي مع لوكسيليغ أفواغ. إل أبي، إذن قلنا لو فيغ بواغ كونجيغي أو باسي كومبوزي avec l'auxiliaire avoir. Il a bu. Thomas, il dort près du feu. Il dort près du feu. On a ici le verbe dormir conjugué au présent. Et donc, on a le verbe dormir, مصرف في présent, في الحاضر. Et donc, on a dit il dort. Où il aime près du feu. Près du feu. قرب النار. Venez voir Mickey. Venez voir Mickey. تعالوا تنظروا ميكي. Il a bu. هو شرب. ممكن أنه شرب حليبة مثلا. Il a bu. هو شرب. طبعا في البريزون نقول il boit. هو يشرب. أنا عندنا il a bu. هو شرب. Il dort près du feu. هو ينام قرب النار. Le paresseux. الكسول. إذا مادام أنه ينام، إذا فهو كسول. Le paresseux. J'ai rencontré un troupeau de moutons. J'ai rencontré un troupeau de moutons. أنا التقيت قطيعا من الخرفان، من الأكباش. المقصود هنا أنني التقيت قطيع من الأغنام. J'ai rencontré. On a le verbe rencontré qui de la même façon conjugué au passé composé avec l'auxiliaire avoir. De la même façon comme le verbe boire. إذن بنفس الطريقة كما فعل boire. J'ai rencontré. أنا التقيت. Un troupeau de moutons. التقيت قطيعا من الأكباش. Un berger les garde. Regarde ici. On a un berger qui garde ses moutons. عندنا راعي أغنام أنه يحرس أغنامه. Un berger les garde. إذن هناك راعي لي غارد يحرسهم. عندنا هنا ان بيرجي غارد، ان بيرجي غارد لي موطون. إذن راعي يحرس الأغنام. عندنا لو فيرب غاردي، ومنها مثلا كلمة لو غارديان الحارس. لو غارديان مثلا دو بيت، حارس المرمى. إذن بدل أننا نقول ان بيرجي غارد لي موطون، طبعا ذكرنا لي موطون حتى لا نعيد التكرار، سنحذف لي موطون ونعوض بهاد لي. ان بيرجي لي غارد، اذا راعي يحرسهم. راعي يحرسهم، يحرس ماذا؟ يحرس لي موطون، يحرس الاكباش. جي رونكونتري ان تروبو دو موطون ان بيرجي لي غارد. سي تي شونتي، هل انت تعرف تغني؟ سي تي دونسي، سي تي دونسي، هل أنت تعرف ترقص؟ سي تي ناجي إي بلونجي، هل أنت تعرف تسبح ثم تغطس؟ بلونجي أنك تغطس في الماء. سي تي شونتي، هل أنت تعرف تغني؟ طبعا عندنا لو فيرب شونتي. سي تي دونسي، سي تي دونسي، هل أنت تعرف ترقص؟ طبعا كما تلاحظوا بأن هاد الأفعال ما تصرفاتش وخدات أو إغ، وهاد أو إغ كما ذكرنا أنها تنطق ك
اي تنطق ك او اكسون ايغو. اذا كما تلاحظوا بان هذه الافعال اخذت او ار، لماذا؟ لان اتت بعد فعل اخر. تي سي تي سي، انت تعرف. اذا عندنا لو فيغ سافوار قبل منا، وبالتالي الفعل ما تتصرفش. هذه حاله من الحالات. سي تي شونتي، هل انت تعرف تغني؟ سي تي دونسي، هل انت تعرف ترقص؟ سي تي ناجي، سي تي ناجي اي بلونجي، هل انت تعرف تسبح؟ طبعا لو فيرب ناجي سباحه. سي تي ناجي، هل انت تعرف تسبح؟ اي بلونجي. طبعا عندنا هنا اي ايضا تنطق ك او اكسون غراف. اي و هذه ديال العطف. سي تي ناجي، هل انت تعرف تسبح؟ اي بلونجي و تغطس. ثم سيلونس، سكوت او صمت. سيلونس سكوت. ايكوتي مو، اسمعوني. جو في فو راكونتي اون استوار، انا ساحكي لكم قصه. جو في راكونتي بنفس الطريقه. عندنا لو فيرب الي وعندنا لو فيرب راكونتي. شنو هذا؟ هذا لو فيتور بروش، المستقبل القريب. طبعا تستعمل بكثرة جو في فو راكونتي. هذا علاش خاصنا ايضا نحفظوا هذا لو فيرب الي، لانه اولا تستعمل في الحاله الخاصه ديالو. جو في الي كول، انا ساذهب الى المدرسه، ويستعمل كمساعد كما عندنا هنا. جو في راكونتي، انا ساحكي. هنا طبعا الصرف ما مقصودش به لو فيرب الي، مقصود به لو فيرب راكونتي، انا غادي نحكي. جو في راكونتي، انا ساحكي. ثم جو في فو راكونتي، انا ساحكي لكم. اون استوار، قصة. سيلونس، ايكوتي مو، جو في فو راكونتي اون استوار. اذا نعيد. دوني مو ما بال سيل فو بلي، جو في تو لا دوني. اي تو بخي؟ اي تو بخي؟ ديبيش توا، نو زالون جوي دون لا فوري، نو زالون جوي دون لا فوري. لي تخوا روبا، لو بوتي ديجوني، لو ديجوني، لو ديني. فوني فوار ميكي، فوني فوار ميكي، إلا بو، إل دور بخي دو فو، إل دور بخي دو فو، لو باريسو. جي رونكونتخي أن تروبو دو موطون، جي رونكونتخي أن تروبو دو موطون، أن برجي لي غات. سي تو شونتي، سي تو دونسي، سي تو دونسي، سي تو ناجي. Et plongez. Silence, écoutez-moi. Je vais vous raconter une histoire. Tout le monde est à l'aide de l'ordre, ou par les calimètes, ou par les ibarats. Et le robinet, qui est le maçon pour, tout le monde est à l'aide. Et venez, t'es à l'eau. Et es-tu prêt? Es-tu prêt? طبعا هذا être، هذا être تماما كما هذا، تماما كهذه الكلمه. طبعا être ملي تتصرف مع tu تعطينا هاد اي es-tu. اذا tu ما تيكون معاه في être الا هاد الصيغه، هاد الصيغه ديال être اي بهذا الشكل. ولكن مع il لو فيرب être مع il او elle او on انه تياخذ هاد الصيغه، ينطق بنفس الطريقه اي، ولكن تياخذ هاد الصيغه، تضاف له، تنضاف له هاد الطي، تنضاف له الطي. اي تو بخي، هل انت جاهز او هل انت جاهزه. جو سي ناجي، جو سي ناجي. طبعا جو سي هي اللي عندنا هنا، سي تو، سي تو، سي تو، هل انت تعرف. عندنا هنا جو سي، انا اعرف. ناجي، انا اعرف. فوالا ناجي، اذن انا اعرف اسبح او اعرف السباحه. ان شاء الله نستكمل الفقره القادمه. حياكم الله والى لقاء قادم باذن الله.